السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. هنشرح دلوقتي تكلفة إنشاء دور علوي على منزل مساحته 100 متر مسطح صافي. طيب ال 100 متر مسطح صافي، لما أكون عايز أعمل دور علوي يصرف أو ياخد حوالي من 11 عمود ل 13 عمود. الأعمدة بيبقى ارتفاعها مش زي الدور الأرضي، أعمدة الدور الأرض بيبقى ارتفاعها 4 متر ونص، وممكن توصل لخمسة وخمسة ونص كمان. بالنسبة للأدوار المتكررة، أول تاني تالت رابع مش مشكلة، بيبقى ارتفاعها لا يتعدى 3 متر. فنقدر نقول إن مكعب الخرسانة بتاعت الأعمدة في هذه الحالة هتصفى معاك على 6 7 متر، 6 أو 7 متر مكعب من الخرسانة المسلحة. المتر مكعب من الخرسانه المسلحه للاعمده بياخد 170 كيلو جرام حديد، يعني الحديد عندك هيبقى حوالي طن حديد، طن حديد لمنزل 100 متر للاعمده. طيب الاسمنت، المتر مكعب بياخد 7 شكاير اسمنت، ياخد 42 شقاره اسمنت، 42 شقاره اسمنت. الحسابات بتاعتنا شهر 11/2022 طن الاسمنت بعد التعويم ب 1600 جنيه وطن الحديد ب 22000 جنيه. وارد ان حضرتك تلاقي الاسعار او تكون عايز تنفذ المنشأ بتاعك والاسعار مختلفه عن كده بالزياده او بالنقص، فكل اللي على حضرتك ان حضرتك هتاخد الارقام مني تضربها في الاسعار الجديده. يعني انا دلوقتي قايل لك ان المبنى هياخد معاك طن حديد طن وكام كيلو، 80 كيلو، وهياخد معاك 42 شقارة اسمنت. وانت بقى شوف السعر عندك كام دلوقتي في الوقت اللي انت فيه دلوقتي واضرب الارقام دي. طيب الاعمدة بتتحسب مصنعيات، احنا كده حسبنا الحديد وحسبنا الاسمنت، بتتحسب مصنعيات بلانصم كده بمقطعية يعني، فما بتتحسبش بالمتر، عشان لو حسبها لك بالمتر مش هيحسب لك العمود، هيحسب لك العمود متر مكعب، 1 متر مكعب، مش هيبقى اقل من كده، مساحتها هيبقى ضحك عليك. فاحنا بالنسبه لل 11 13 عمود دول تكلفتهم هتبقى 2000 جنيه مصنعي. يبقى انت عندك دلوقتي تكلفه الحديد الطن وشويه يعملوا لهم 24000، 24000 ونص على حسب، على اساس ان الطن ب 22000، فالطن وشويه يعملوا لهم 24000 ونص. وبالنسبه للاسمنت ال 42 شقاره على الطن ب 1600 جنيه، يعني يعملوا لك 3360 جنيه زائد ال 2000 جنيه مصنعيات، يبقى حضرتك كده وصلت لان تكلفه الاعمده 30000 جنيه. 30000 جنيه ده بالنسبه للاعمده. وتروح بعد كده على صبه السقف، وهندسيا المفروض حضرتك تريح البلاطه بتاعتك على الاعمده، ما تريحهاش على المباني، يعني ما تعملش الاعمده وبعدين تبني، لا اعمل الاعمده صح وبعد كده اعمل السقف بتاعك عليها بحيث ان السقف يبقى ريستد على الاعمده، وبعد كده ابني اعمل المباني بتاعتك. ما تروحش تريح السقف على المباني، طب انت كده ما عملتش حاجه. انت لو غيرت، فتحت اوضه في اوضه مثلا، شلت حيطه من مكانها، هتلاقي في شروخ حصلت معاك كتيره جدا لان انت ربطت الموضوع كله ببعضه. تعالى للسقف، سقف على مساحه 100 متر يعمل له تكعيب 25 متر مكعب، يقل عن كده سنه بسيطه. ال 25 متر مكعب دي سقف بكمرات بكله بالاماكن اللي انت هتنبل فيها الاعمده، تمام. المتر مكعب الواحد بياخد في السقف 80 كيلو، 85 كيلو، ممكن نحسبها كمان على 90 كيلو، فياخد معاك حوالي 2 طن وربع، 2 طن وربع من الحديد، حديد 10. هنبقى نعمل فيديو بعد كده ازاي اقول لك تشتري الايه حديد 10، لان الناس بتعمل الكاميرات برضو بحديد 10 كده، هي بالبركه كده، وبتعمل الاعمده برضو بحديد 10 بالبركه برضو كده. لا طبعا، في فيديو ان شاء الله هفنط لكم الموضوع ده واحده واحده واظبطه لكم، بس خلينا في اللي احنا بنقول عليه. يبقى انت بالنسبه لحديد السقف اكتب عندك 2 طن وربع، بالنسبه للاسمنت بتاع السقف ياخد 175 شقار باعتبار ان المتر مكعب فيه 7 شكاير. المشهور الموضوع بشرحه ببساطه واحده واحده اهو. يبقى الاسمنت
حوالي 9 متر الا ربع. طيب بالنسبة للمصنعيات، ياخد مصنعيات حوالي 5000 جنيه. 5000 جنيه دي جت منين يا باشمهندس؟ اللي هو ال 200 جنيه مصنعية لكل متر مكعب في ال 25 جنيه. يبقى المصنعيات شاملة كل حاجة وغداهم وأكلهم 5000 جنيه، ده بالكتير قوي يا باشمهندسي. في الأقاليم في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ماشي اصلا 180 جنيه. بس انت بقى عشان ما توجعش دماغك بحوار الاكل والشرب والمدام تعمل لهم اكل وتعمل لهم كل شويه اكل، فيعني خليها ماشيه 5000 جنيه تمام. يبقى التكلفه كده 49000 جنيه ونص حديد و14000 جنيه اسمنت و5000 جنيه مصنعيات، يعني تعمل لها تقريبا 68000 جنيه بالنسبه للسقف. احنا بنتكلم على مساحة 100 متر صافي، 100 متر صافي، انت بتبني المسطح بتاعك 100 متر صافي تمام. تعال بقى هنبني. محتاج اول حاجة ونش. ليه يا باشمهندس؟ عشان يطلع لك الطوب، يطلع لك الاسمنت بتاع المباني، يطلع لك الرمل بتاع المباني تمام. الونش ياخد لو في دور مثلا الاول ولا حاجه ياخد له 1000 ونص على الكميات اللي انا هقولها لحضرتك بتاعت المباني دي. هنجيب 12000 طوبه، ال 12000 طوبه بنقلهم بكل حاجه يتكلفوا معاك من 950 جنيه لل 1000 ل 1000 جنيه. هنحسبها يا سيدي ال 1000 ب 1000، يبقى 12000 جنيه عدد الطوب. هتحتاج لكل 1000 طوبه نص متر مكعب رمل، يبقى هتحتاج 6 متر مكعب رمل. المتر تقريبا ب 120 جنيه ل 130 جنيه، فيصرف معاك 720000 جنيه 720 جنيه بالنسبه للرمل. يعني حضرتك من الاخر هتروح تجيب مقطورتين رمله، مقطورتين رمله مقطوره ب 500 جنيه او 550، هتجيب مقطوره ونص، يعني هتكلف معاك كله 750 720 جنيه. طيب بالنسبه للاسمنت، الاسمنت هتحتاج 2 طن بالظبط، يعني المباني بتحتاج 2 طن بالنسبه لل 12000 طوبه. كل 1000 بياخد تقريبا 10 تقريبا 4 شكايه تمام. 2 طن في 1600 جنيه للطن يعمل معاك 3200 جنيه، والمصنعيات في الاقاليم ماشيه ان ال 1000 ب 250 جنيه، ال 1000 طوبه ب 250 جنيه، وده سعر ممتاز. تعمل معاك 1000 ونص مباني يخلصهم لك في يوم واحد، يخلصهم لك اسف في يومين او يومين ونص، ال 12000 طوب تمام يا باشمهندس. حسبنا التشويلات الونش، يبقى المباني تصرف معاك 18000 جنيه، 18000 جنيه شاكب راكب كل حاجه. المؤاخذة يا باشمهندسين بقى احنا بنتكلم كده الواحد في الموقع فلازم يتكلم بلغة الموقع بتاعته يعني. فاحنا كده التكلفة الإجمالية عندك 30000 جنيه أعمدة و 68000 جنيه سقف و 18000 جنيه مباني، يبقى الدور بتاعك هيكلفك 116000 جنيه عظمة، 116000 جنيه عظمة. يعملوا لك ال 100 متر يعملوا لك أربع أوض ممتازين، مساحة كويسة، صالة كويسة، طبعا زائد المدخل والسلم والكلام ده كله ده. فدي كانت تكلفة الدور العلوي. ان شاء الله استنوني او هتلاقوا الفيديوهات موجود فيها شرح التشطيبات بالتفصيل. همسك المنزل برضو زي ما عملنا كده، نشرح ان شاء الله تشطيبه كل البنود، حتى لو عايز تركب تكييفات اشرح لك كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل. ارجو الناس بقى يعني ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة، هننزل ان شاء الله حاجات ممتازة. وعلى القناة برضو لو حضرتك عندك حتة ارض وعايز تخططها موجود تخطيطات لكل المساحات اللي حضرتك محتاجها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.